السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم على قناتنا قناة عيادة الأطفال على اليوتيوب. معكم دكتور يوسف فضل، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، في سلسلة جديدة على قناتنا هنبدأها النهاردة إن شاء الله، أو هنبدأ مقدمة عنها النهاردة إن شاء الله، وهي سلسلة بعنوان أعرف توحد. مرض التوحد من الأمراض الخطيرة والمنتشرة على مستوى العالم، ويمكن بيصاب طفل لكل 100 طفل على مستوى العالم بالتوحد أو حتى طيف التوحد أو درجة من درجات التوحد. التوحد عشان كده إحنا هنعمل له حلقة إن شاء الله، هنعمل تقريبا 5 حلقات أو نعمل سلسلة، يعني هنعمل 5 حلقات من سلسلة أعرف توحد، هنلقي الضوء على كل ما يتعلق بالتوحد عشان يكون مرجع لكل أم حابة تعرف مشكلة التوحد عند الأطفال. هنتكلم في الحلقة الأولى عن تعريف التوحد وإيه هو التوحد، يعني ايه العلامات او ايه التوحد ده، يعني ايه بالنسبه للام وفيه الناس ما يعرفوش يعني ايه توحد. وهنتكلم عن مدى انتشار الظاهره حوالين العالم، وهنتكلم العلامات الاولى واللي ممكن الام تعرف بيها ان الطفل ده عنده توحد. ان شاء الله اول حلقه هتكون يوم الثلاثاء الجاي الساعه 9 بتوقيت القاهره، يا ريت تنتظروها ان شاء الله. الحلقة الثانية هنتكلم عن أعراض التوحد، وهنتكلم طبعا هيبقى موضوع كبير شوية لأن مشاكل التوحد وأعراض التوحد كتيرة، فهنتكلم عن أعراض التوحد بالتفصيل، الأعراض المبكرة اللي ممكن تظهر على الطفل من بدري خالص من عند 6 شهور، وبعدين في هنتكلم بعد كده على المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده أو العلامات اللي ممكن تحصل للأطفال من بعد كده. في الحلقة الثالثة هنتكلم عن الأسباب التوحد، وهنتكلم عن مشكلة تانية وهي هل فيه علاقة ما بين التطعيمات أو اللقاحات والتوحد ولا لا؟ إن شاء الله ده هيكون في الحلقة الثالثة بإذن الله. الحلقة الرابعة هنتكلم عن عوامل الخطر عند الطفل التوحدي وإيه المضاعفات اللي ممكن تحصل للطفل اللي عنده توحد. الحلقة الخامسة وهتكون الحلقة يمكن الأخيرة وهي التشخيص والعلاج. وإن شاء الله ممكن تكون أكتر من كده، يعني دول 5 موضوعات مهمين هنتكلم عنهم بصفة مبدئية عن التوحد، ولكن هتبقى سلسلة مفتوحة إن شاء الله، ممكن في أي جديد هنضيف لها موضوعات جديدة إن شاء الله. هنتكلم برضو عن طيف التوحد والأمراض المرتبطة أو المشاكل المرتبطة والأعراض المرتبطة بطيف التوحد عند الأطفال، وهنتكلم برضو عن مشاكل التلفزيون والعنف عند الأطفال ومشاهدة أفلام الرعب والمشاكل أو تأثير التلفزيون على الأطفال، يمكن اتكلمنا عنه في حلقات سابقة. إن شاء الله ده سلسلة هتلاقوها إن شاء الله موجودة على قناة عيادة الأطفال، وزي ما وعدناكم إن شاء الله إحنا دايما في تطور مستمر، هنجيب لكم يعني أصدق المعلومات وأحسن المعلومات وأدق المعلومات الخاصة بكل الموضوعات اللي أنتم حابين تعرفوها على خاصة بالأطفال. هنتكلم إن شاء الله بعد كده في سلاسل متوازية يمكن عن حساسية الحساسية أو التحسس عند الأطفال، هنتكلم عن موضوعات تانية زي موضوعات التحسس من اللاكتوز والتحسن من الطعام ومن البيض والتحسس من الألبان، دي برضو هتبقى سلسلة بالتوازي، هتكون ماشية بالتوازي مع سلسلة أعرف توحد. تابعونا دايما على قناة عيادة الأطفال هتلاقوا كل جديد. أتمنى دايما كلكم تعملوا اشتراك في القناة، كل الناس اللي مش عاملة اشتراك وبتشوفنا ياريت تعمل اشتراك بسرعة في القناة، وتابعوا كل الحلقات الجديدة ان شاء الله. هيبقى في عندنا حلقة يوم الثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، الحلقة الاولى عن التوحد، وان شاء الله نتابع بعد كده برضو بالنسبة للموضوعات اللي حضراتكم بتطلبوها مننا نحاول ان شاء الله نعمل لها حلقات بصفة مستمرة. ما تنسوش تعرفوا أصدقائكم بالقناة، واللي لسه ما عملش اشتراك يعمل اشتراك وفعلوا علامة الجرس عشان تشوفوا كل الحلقات في وقتها. تحياتي ليكم، كنت معاكم دكتور يوسف فضل أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.